ديما ديما راس. السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ عدد اليوم من جورنال فيب خبر عنوانه الرجاء يعلن منع جماهيري من التنقل لبركان. وإعلن فريق الرجاء الرياضي على توصله بقرار رسمي من سلطات مدينة بركان كيخبر من خلاله منع الجماهير الرجاوية من التنقل لمساندة فريقها خلال مواجهة النهضة البركانية. ووضح فريق الرجاء في بلاغ ليه عبر صفحته الرسمية موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك ما يلي: يخبر المكتب مديري لفريق الرجاء جماهيره الوفية أنه تم إبلاغه من طرف السلطات المحلية بخصوص المقابلة المقبلة المبرمجة يومه الأحد عن الدورة 12 من البطولة بعدم إمكانية السماح لجماهير الرجاء للتنقل لحضور هذه المقابلة. يشار أن فريق الرجاء غيحل ضيف ثقيل لفريق نهضة بركان يوم الأحد المقبل بداية من الساعة 6 مساء برسم مؤجل جولة 12. لاعب أمل الرجاء يثيرون إعجاب زامباور. وأعطوا لاعبي أمل فريق الرجاء الرياضي إشارات إيجابية للألماني جوزيف زامباور مدرب الفريق الأخضر بعد المباراة الودية اللي جمعتهم فريق بلجيكي. وتابع زامباور مباراة أمل الرجاء والفريق البلجيكي وخرج بأشياء إيجابية بعد ما تلقى إشارات جيدة من عدد من اللاعبين. وأكدت مصادر رجاوية أن المستوى الجيد اللي قدموه لاعبي أمل الرجاء بقيادة مدربهم رشيد سليماني لقى استحسان زامباور واللي أعجب بالمؤهلات التقنية لعدد من العناصر الشابة من بينهم أشقر وأوماس. وضافت نفس المصادر أن زامباور أعجب بعدد من اللاعبين وغيمنحهم فرصة التدرب مع الفريق الأول خلال الأيام المقبلة كدفعة معنوية لمواصلة الشغل والتطور والاستفادة من احتكاك بلاعبين مجربين. يذكر أن أمل فريق الرجاء فاز على الفريق البلجيكي قبل 23 سنة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة. بودريقة تفاصيل تقنية وطبية تفصيل سبل على انتقال صوبا باسيا الفرنسي وسنتعاقد مع لاعبين جدد لتعويض المغادرين. وأكد رئيس فريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة أن محمد سبول كيستعد مغادرة أسوار النادي نحو الدوري الفرنسي في انتظار إتمام الصفقة. وشال أن إدارة النادي الأخضر غتأمل على انتداب لاعبين جدد حسب الخصائص. وقال بودريقة في تصريح لأحد المنابر الإعلامية فيما كيخص سبول فتم الاتفاق مع فريق باسيا لانتقال اللاعب للدوري الفرنسي. سبول الآن دفع تأشيرته للذهاب بعد الفحص الطبي باش يتم التوقيع الرسمي. وضاف وقعنا على البروتوكول المبدئي حول الانتقال وحول كل التفاصيل كتبقى فقط التفاصيل التقنية والطبية وكنتمناو ليه حظ موفق إلى تمت الصفقة بنجاح. وزاد بودريقة الانتدابات الجديدة غنعلنو عليها في الوقت اللي غنيو فيه جميع التفاصيل. كنشتغلوا مع مدرب الفريق زامباور ومديح ومع الإدارة التقنية بالنسبة للانتدابات وفق الخصائص. وزاد غيغادروا بعض اللاعبين الفريق والمتواجدين معنا الآن غيتم تعويض اللاعبين حسب الخصائص. غنحاولوا استعداد المنافسات المقبلة في الإمارات وغنحضروا لكل ما تبقى من مباريات في البطولة أجواء جيدة. شادي الرياض: أحب الرجاء وجمهوره كثيرا وأحس بنفسي رجاويا. وأعرب الدولي المغربي شادي الرياض لاعب ريال بيتيس الإسباني على إعجابه بفريق الرجاء الرياضي وأشاد بجماهيره لشباب أنصار ريال بيتيس. وقال رياض في صريح لأحد المنابر الإعلامية: في الحقيقة ما كنمشيش بزاف للملعب لكنني كنحب فريق الرجاء بزاف بجماهيره ومدرجاته وكنحس بنفسي رجاوي. هو الفريق اللي كتشجعو عائلتي منذ الصغر حيت حنا كنحاضرو مدينة الدار البيضاء. وزاد لاعب ريال بيتيس الإسباني رياض: يمكن لي نقول أن فريق الرجاء كيشبه كثيرا ريال بيتيس حيت عندهم جمهور هائل. وزاد: في الواقع كتحس بنفسك محتضن من الأنصار في أي ملعب خدتي فيه المباريات وهذا ما كنشوفو عند أنصار فريق الرجاء وكذلك ريال بيتيس. الرجاء يوافق على إعارة حارس مرمى لشباب السوالم. وافق فريق الرجاء الرياضي على إعارة حارس محمد بعيو لفريق شباب السوالم لنهاية الموسم الحالي نزولا عن طلب الحارس. وغينافس بعيو اللي تدرج جميع الفئات العمرية لفريق الرجاء الحارس هشام علوش على الرسمية لحراسة عرين شباب السوالم. وكان بعيو انتقل مطلع الموسم الحالي لصفوف الرجاء صفقة انتقال حر قادمة من الجيش الملكي لكنه ما استطاعش نيل فرصة حراسة شباك الرجاء لتواجد الحارس المتألق على الزنيتي. وأكد مصدر مطلع أن الفريق الأخضر غيأدي منحة التوقيع السنوية لبائيو فيما غيتكلف فريق شباب السوالم بأداء أجوره الشهرية الستة ومنح المباريات.
العصبة تتجه إلى برمجة الديربي بين الرجاء والوداد يوم الرابع من يناير المقبل، وكتجه لجنة البرمجة تابعة للعصبة الاحترافية للإفصاح على موعد مباراة الديربي بين الرجاء والغريم التقليدي برسم جولة 15 منافسة البطولة. وأكد جديدة الأخبار أن لجنة البرمجة من المرتقب باش تحدد بشكل كبير يوم 4 يناير المقبل كموعد رسمي لإجراء مباراة الديربي قبل أيام قليلة من انطلاق منافسة كأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار 2023. يشار أن فريق الرجاء كيحتل حاليا المركز الثاني مؤقتا في ترتيب البطولة برصيد 23 نقطة مع مباراة ناقصة غتجمع بالنهضة البركانية نهاية الأسبوع الحالي. لاعب الرجاء يحرج الفتح مع الفيفا ويغرمهم 140 مليون سنتيم، وحكمت لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الإيفواري هيرفي بمبلغ 140 مليون سنتيم بعد ما قضات في صخاقته نهاية الأسبوع الماضي. وكشف مصدر مسؤول بالفتح أن لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي فيفا بعد فسخاق اللاعب هيرفي مع الفتح الرباطي لزمات الفريق بتسديد 140 مليون سنتيم للاعب الإيفواري بسبب عدم حصول على مستحقاته المالية، ومهلت لجنة النزاعات بالفيفا فريق الفتح 21 يوم لتسديد المبلغ للاعب هيرفي قبل منعه من التعاقدات الشتوية المقبلة. هذا وكان اللاعب الإيفواري هيرفي التحق بفريق الرجاء مباشرة بعد فسخاقته مع الفريق الرباطي بعقد كيمشد لستة أشهر مع أحقية جديدة موسم إضافي، مع العلم أن الاتحاد الدولي رفض قبول دفوات الفتح الرباطي بعد إرساله خارج الأجال الاتحاد الدولي واللي كانت كتهدف لمنع انتقال اللاعب الإيفواري لفريق الرجاء، لكن لجنة النزاعات بالفيفا قضت بفسخاقة اللاعب الإيفواري هيرفي بعد تأخر الفتح في تقديم دفوعاته للاتحاد الدولي، بحيث كانت لجنة النزاعات مهلته 10 أيام للرد على استفساراتها. كان هذا آخر خبر رجوي في عدد اليوم من جورنال فير، في أمان الله ونتلقاو في أخبار رجوي جديدة إن شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع، ما تنساوش الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق في آرائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم لنا. We'll be right back.